مجرد بلا معنى تتمنى يجي يوم يعطي الزمن معنا يا با ويا مسميك مرت بلا معنى تتمنى يجي يوم يعطي الزمن معنا هيك الزمن يا ناس محسوب بميزان وسنوب وزن الناس إن كان هم مهتان هيك الزمن يا ناس محسوب بميزان وسنوب وزن الناس إن كان هم كان بس الزمن بنشي بلملم حكايا بمشي الزمن بنشي بلملم حكايا اللي عمره نايم على اللي فات هيك الزمن يا ناس محسوب بالميزان وزنه بوزن الناس إن كانوا هم كان هيك الزمن يا وسنوب وزن الناس إن كانوا هم مكان ارجعي يما يعني مالك انتي الولد مش مبين يا سلام وين راح يا نهر يما وين راح أشرف يا أبوك أشرف يا حبيبي يا حبيبي يما وين بده يكون راح يعني يا مصيبتي يما يا حبيبي عمره ما سواها عمره ما غابها الذهب ومهما كان يا أشرف ما بصير إنك تترك البيت أكيد أمك هلأ بالها مشغول عليك ما هي يا دكتور إما مش راضي ترد علي وتخليني أترك الشغل عند أبو الهريف أنا مش مستفيد منه بالمرة ولا رايح أتعلم إشي طب وليش ما تحكي لها هالإشي ما هي ما بترضى تسمعني إما ما بتحبني أكيد ما بتحبني لا 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 يا أشرف شو الحكي اللي بتحكيه أوعى ما بدي أسمع هيك كلام منك لأنه لازم تعرف هالإشي إنه ما في أم في الدنيا بتكره ابنها طيب ليش ما بتسمعني وبتسمع من عيوش بس يمكن لأنها مطمنة على دراسة عيوش ومش مطمنة على دراستك عشان هيك فكرت إنها تعلمك صنعة أما إذا بتثبت لها إنك شاطر بالمدرسة أكيد راح تغير رأيها أنا خلص ما بدي أشغل عند أبو العريف أنا بدي أدرسه بس يا دكتور نزيه طيب ماشي خلينا نروح على البيت هلا ونحكي لأمك ونشوف شو جوابها بس خايف تضربني يا دكتور ما تخاف أنا معك ما راح يصير إشي يلا يا ولدي مش قادر أصبر يا سلام مش قادر نهارها بدها تجيبني يا سلام أشرف راح يا سلام طيب يا خيتي طيب يا خيتي يا حبيبتي انت بس اهدي انا الحين بروح بلف كل الدالي عليها حتى لقيه ولازم الاقيه مساء الخير مساء النور وينك يا اشرف احنا قلبنا الدنيا عليك معلش معلش اطمنوا عليه كان عندي طول الوقت وكنا نحكي انا وياه بمشكله صغيره هيك يا اشرف هيك انا شو سويت لك حتى تعمل فيي هيك يا ام اشرف معلش حصل خير فوت جوا فوت فوت عم بسيطه لولا جيت الدكتور كان شفت حالي معك تفضل تفضل يا دكتور تفضل اهدي يما اهدي اقعدي وبعدين معك يا ابو العريف انا بدي اظني اعيد وازيد في الكلام اللي قلت لك اياه خلاص انتهينا بديش تجيب سيره الدكتور نزيه والاستاذ فاضل او اي حدا من جماعتهم احنا لازم نهدي اللعب معهم شوي ماشي بس الوالد كان رايه زمان انه نحكي زمان إشي واليوم إشي ثاني يا أبو العريف
انسى كلام ابو صادي وخليك بكلامي انا. ماشي ماشي، انا من ايدك هاي لايدك هاي، بس انا يعني بدي اضلني ساكت هيك بصراحه، ما بتوفي معي. شو رايك شو رايك تقول لي انت شو اسوي وشو احكي؟ بكره بتعرف شو لازم تحكي بخاطرك. بتخطط على ناعم يا صاطي. بس لو اعرف ايش اللعبه. يا خيتي يا بشرف اهدي وروقي، خلينا نسمع الدكتور وشو بده يقول. اذا سمحتي لي يا ام اشرف اني اتدخل بموضوع اشرف، عندي اقتراح. انت على راسنا يا دكتور، حتى احنا غلبناك معنا. لا 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 عفوا، ما في لا غلبه ولا اشي يا ستي. انا رايي انه نعطي اشرف فرصه حتى يصير كويس بالمدرسه، واذا ما نفع منعلمه صنعه، بس مش عند ابو العريف بالذات. يسلم ثمك يا بني. وانا شو هممني يا دكتور غير انه يكون شاطر في دروسه، يوريني انه ناجح وقالوا علي انه ما يشتغل بالمرة. شفتي اشرف؟ شفت كيف امك بتحبك وبتفكر فيك؟ بس انا يا دكتور في شغلات في الدراسه بتصعب منها. ما هو اذا ركزت في الدراسه ما بيعود في اي اشي صعب، وعلى العموم اي اشي صعب عليك انا بفهمك اياه وبساعدك فيه. ماشي. يكثر خيرك يا بني. احنا ما بدنا نغلبك. لا لا ما في غلب، انا بعتبر اشرف زي اخوي تمام. ايش يا ابو خليل؟ زمان ما جبت سيرة ابنك خليل واخباره. هذا هو ماشي. قصدي ما بتودي له مصاري؟ هو الصحيح صلي زمان ما وديت له. لا يا ابو خليل، ليش؟ ما انت عارف يا ابو ساطي منين بدي اودي له اذا انت ما اعطيتني. وليش ما تطلب مني؟ اي هو احنا صرنا غرب. لا مش قصدي، بس عاد انت بهاليومين مشغول ومش رايق لحدا. ولو انت لازم تذكرني على كل الاحوال، ابنك مثل ابني وانا تعهدت لك اني اساعدك بتعليمه. بتضلك كريم يا ابو صادق، كثر خيرك. طيب خذ هذول سلك حالك فيهن، وانا بعدين برد اعطيك كمان. اذا ما معك بعدين باخذ. خذ يا رجل خذ، ولا يهمك تتسهل، لا تهمل هم. تسلم يا ابو صادق، الله يخلينا اياك. ولا يهمك يا ابو خليل، احنا مش لازم ننسى اولادنا، مهما كبروا بيظلوا بحاجتنا. ولا انا غلطان؟ ابدا هذا صحيح. عشان هيك بدي تعتبر صاطي مثل ابنك وتظل وراء من بعيد لبعيد. انا اطلقت ايده بالقريه، قصدي بالشغل، بدي اياه يعتمد على حاله، لكن كمان لازم نظل حواليه وندير بالنا عليه. ولا يهمك يا ابو صاطي، صاطي في عيوني. بدي تقول لي اخباره وافعاله من غير ما يحس فيك، لانه انا مش فاضي اراقبه وراقب شغله. على راسي يا ابو صاطي، انا محسوبك. تقول لي يا صاطي شو اخبار الوالد؟ بعده مكتم؟ ومين قال لك انه مكتم؟ لاحظته. لا لا لا، بس هو مثل ما تقول يعني صافن، بفكر في اللي صار. بجوز يا صاطي انه يعني مش هاين عليه انك تقعده تخليه على جنب. اسمع يا ابو العريف، لا تحاول تفسر الموضوع مثل ما بدك. شو تفكرني اي واحد من اهل الداليه؟ انا كل قصدي اريحه بس، هيك افهم. ما هذا قصدي يا صاطي، انا عارف انك انت بدك تريحه، انا قصدي انه ابو صاطي ما بحب الراحه. ابوك يا صاطي مثل ما انا بعرف ما تعود يكتف ايديه ويقعد يتفرج. ما هي هذه المشكله اللي بعدها موجوده عنده وانا بحاول احلها. طبعا لازم تحلها وتريحه اكثر. بس شو بدي اسوي له اكثر من هيك؟ انت شو بدك تسوي؟ شو طالع بايدك يا صادي؟ انا عندي فكره. ايشي؟ شو رايك تشوف له بنت حلال؟ ايش؟ قصدي تجوزه.
بتلهي وتخفف وحدته وهمه. لا 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 فكرة سيئة. لا يا عم، أنا أبو العريف وبعرف إنه رجال لما يكون عايش وحيد ومش متجوز بيضيق خلقه وبيصير يتفشش في اللي حواليه، وإذا أنت جوزته بتهدي وبتشغله وبتصير تلعب بالساحة على راحتك. شو رأيك بالفكرة الحلوة؟ لا مش حلوة، أنت الظاهر ما بتعرف إشي. أنت بس فكر مليح راح تلاقي كلامي كله صح. هيك هيك فهمت المسألة بسهولة. هيك صارت سهلة. طبعا سهلة، بس لما الواحد بخاف من المسألة بفكرها صعبة مش راح يحلها ولا راح يفهمها. طيب أسألك السؤال يا دكتور. تفضل. إذا بدي أدرس دكتور صعب ولا سهل؟ إذا بتشد حيلك ما في إشي صعب. بس ما حكيت لي ليش دكتور بالذات؟ عشان أصير أفهم وكل الناس تحبني. ما هو أنت إذا بتشتغل أي شغلة وبتحبها وبتخلص فيها وبتتقنها كل الناس رايحة تحبك. بس بتعرف يا دكتور أبو العريف أكثر واحد ما بحبك في القرية. أبو العريف يا أشرف ما بحبني لأنه جاهل وما بده حدا يكشف جهله. الحين فهمت المسألة صارت سهلة. يسرى يا يسرى. ايوه تعالي يسعد لي هالطله الحلوه. مالك؟ انا شو سويت؟ انا عملت شي غلط؟ معقول؟ اي لو كل الدنيا عملت غلط انت لا. شوفي يا يسرى شو جبت لك معي. انت مش حكيت ما احط هيك شغلات؟ كنت غلطان يا يسرى. خلاص يعني كنت معصب. انت لازم تدقري على كل كلمه بحكيها. شوفي يا يسرى خذي شو جبت لك كمان معي. شوف. معقول؟ شو اللي صار بالدنيا؟ غريبه. لا يا يسرى لا تستغربي ولا اشي. انا بس يا يسرى فكرت بحالتك بساعد عقل وعرفت عاد اني انا اخوك. ولازم اسعدك واهنيك يسرى. الواحد شو ماخذ من الدنيا. ابو العريف يكون فاضل سخون يا اخوي ولا مريض. انا مش مريض ولا اشي، انا مليح وكويس. بس انا نفسي اسعدك واهنيك يا احسن اخت في الدنيا. انت عندي من اليوم وطالع يا يسرى اغلى من الدنيا كلها. وليش من اليوم وطالع؟ عشان انت مسكينه يا يسرى، انحرمت من كل اشي. وبصراحه يسرى في براسي موال بدي اغني لك اياه يعوضك عن كل اشي. موال ايش هذا؟ لا تستعجلي يا يسرى، بعدني بجربه. راح يجي يوم تسمعي وتطربي له. الو؟ ايوه يا هاله. اجي؟ ليش؟ شو مالها؟ وديتوها للدكتور؟ طيب يا هاله انا جاي حالا. شو في يا دكتور؟ ام سلامه انا لازم اسافر، والدتي تعبانه كثير. شوفي شو هاد؟ ايوه انا بعرف اقرا، اخذت في الامتحان 10 من 10. وريني هاي هون. يا حبيبي قلبي يا حبيبي. يسرى. نعم. تعالي خذي عني، خذي يا بنت خذي. لا ايش كل هاد؟ استني يا بنت خليني اربط نفسي، استنى علي شوي. لمين هالمنديل؟ لمين غيرك يعني يا يسرى؟ خذي شوفي وهي سنجرة جبت لك غالي. كندرة إلك بعيد عني. بنت البطيخة يا يسرى. ويسرى وانت قليلة عندي طبعا إلك. أبو العريف احكي لي شو فيه؟
أنا قلبي مش مطمن. لا لا اطمني، إحنا اليوم جاي عنا ضيوف. مين هم؟ صاطي. صاطي؟ ما هو دائما بيجي عندك، شو الجديد بجيته؟ بعدين بتعرفي، الحين خذ التفاح والخيار واغسليه ومسطح البطيخة، الرجال قرب يجي ولازم نقوم بواجبه. كويسة وما فيها اشي، وفرحت كتير لما قلت لها انه ياسر جاي من السفر. ليش هو ياسر حكى انه جاي؟ اخذ اجازة. ماما صحيت بعد ما رجعت من عند الدكتور؟ لا. ايه شو سوت اليوم؟ تعبت حالها بشي؟ لا ابدا، بس وانا في الشغل كاينه غاسله شويه غسيل ونشاهم على السطول. زي هي كيف حالتها؟ يعني بسيطه. انا قلت للدكتور انه ننيمها في المستشفى، قال ما في ضروره، المهم انها ترتاح في سريرها راحه تام. نزيه شو مالك؟ لا يا اختي ما في ولا شيء. هالة يا هالة. هيا صحيا. ماما. نزيه انت اجيت يا ماما. سلامتك يا ماما، خليكي مرتاح ارتاح. خليكم خليك، انا حاسه اني انت ممتازه ولا فيك شيء. سلامتك يا ماما، ارتاح ارتاح بس. تفضل يا يسرى، يا يسرى هات القهوة وحضر البطيخ وجهز على مهلك. يا ابو العريف شو حكايتك؟ كله ورا بعضه؟ مش عارف يا صاحبي، حاسس انه نفسي مفتوح على كل اشي. مساء الخير. اهلين. تعبت حالك يا خيي؟ لا ما في ولا غلبة. بين عليها غلبانة كثير كثير يا صاحبي، من يوم ما اجت لعندي وانا مرتاح، حتى وزني زاد. بتطبخ لك طبيخ يا سلام، بس مسكينة يا صاحبي حظها عادي، مع انها عاقلة يا حرام وطيبة ولبسها بتوكل عشاء. يا سيدي شو بدها تساوي؟ هيك نصيبها. ما قلت لي يا صاحبي. شو أخبار الوالد؟ زي ما هو، بعده معبس وكتم على حاله. يا سيدي بكرة برجع لحاله الأول. لا 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 لا، أنا كل ما بشوفه يا صاطي أحسه كأنه في صخرة ثقيلة على صدره. كيف يعني؟ يعني كأنه هيك بفكر كثير هالأيام. يا يسرى هات البطيخة يا بني. بعدين يا ابو العريف، سطحتني بالاكل. يا رجل مش بقول لك، انا حاسس نفسي مفتوحه مفتوحه اليوم على كل شيء. يسلموا 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 الايدين يا يسرى. معلش يا يسرى، اخوك بده يغلبك. بسيطه، واجبك علينا. هلكت يا رجل. اختي خدومه وشغيله ومروتها مليحه، مسكين ما إلها حظ. كانت يا رجل في ظهر جوزها تقوم بخدمة 10 تنفار، تكنس وتمسح وتجلي وتكوي الأواعي وتغسل
تشتغل طول النهار من طلوع النهار لنص الليل وما تقول اخ. ومش بس هيك يا صاحبي، لا تشكي ولا تبكي، حرام ترضى بالقليلة. كل كل يا صاحبي. لا 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 لا، خلص يا ابو العريف، خلص يا رجل شقحت مطين. خلص يا ابو العريف، كيفك؟ خلص يا رجل، قدرت تاكل يا رجل. تفضل. شكرا. ايه ترى انا فكرت لك بموضوع الوالد يا صاحبي. اي موضوع؟ لا يا صاحبي نسيت موضوع الجيزي. انت بعدك متذكره؟ انسى يا رجل. انت اسمعني بس ومش راح تندم. انا لقيت لك بنت الحلال اللي ما في من وراها اشي يخوف من اللي بتفكر فيه. شو قصدك؟ قصدي يا رجل اتجوزة واحدة ما بتخلف. فهمت عليك. مش معقول سكوتك هدا يا نزيل. طمني يا حالي، ماما لازمها هدوء وبعد تام عن اي سبب للانفعال، وهيك رايحة تكون كتير كويسة. بس انا لاحظت انك مش مرتاح لحالتها من لحظة ما طلعت في شريط القلب. هلا تنسيتي اني انا دكتور يا هلا، ولازم تسمعي كلامي كويس. ما نسيت، بس انت اخوي ولازم تحكي لي. وبعدين يا هلا، وبعدين احنا بدنا نضل نأزم نفسنا ونحكي بنفس الموضوع. ليش؟ هو في أهم من موضوع ماما؟ أكيد ما في أهم، وعشان هيك لازم نوفر لماما الهدوء والراحة، وأنا رايح أخذ إجازة أكم يوم وأكون جنبها. كيفني معك يا صاطي؟ ثعلب. لا يا صاطي، هذه مدح ولا مسبة؟ بهيك حالة اعتبرها مدح. بس اسمع. سامعك سامعك بعيوني قبل اذاني. بديش حدا يعرف بهالموضوع غيري وغيرك. يعني موافق؟ ولازمني مدة لحتى أزرع الموضوع برأس أبوي، بس من غير ثرثرة. حاكم أنا عارفك يا أبو العريف. لا لا يا صاطي، أنا سلمتك الرسن من لحظة ما ربطت برقبتي. العاد اتفقنا. تفضل يا ابو صاطي. خير يا ابو خليل؟ لا لا ما في شيء. في بعيونك كلام، قوله. صحيح يا ابو صاطي، انا حاسس انك مش مرتاح من يوم موضوع الماتور وارض ابو تيسير. تعجبني يا ابو خليل، تعجبني يوم تحس فيي. انا دائما حاسس فيك يا ابو صاطي، بس انت عاد صاير تخبي وما تصرح اللي بقلبك. اللي بقلبي؟ اللي بقلبي نار محبوس يا ابو خليل، وخاطري اولع الدنيا من حولي. لكن عاد بدها ايد قاسيه تغرفها وتمشي فيها من غير ما تقول اخ. مش فاهم عليك يا ابو صاطي. بعدين بتفهم يا ابو خليل، بعدين. بكفيك تحسني الحين. ابو خليل يا ابو خليل، شو هذا يا ابو خليل؟ خير يا صاطي؟ ليش مش كاوي هذا القميص؟
كويته. كويته؟ كويته؟ هذا كوي يا ابو خليل؟ هذا كوي مسخره. كيف مسخره؟ ما انا طول عمري بكوي هيك. لا هذه مش عيشه. شفت يا ابو صاطي؟ معلش معلش طول بالك، انا هالحين بحكي معه. لا هو ابصر شو ماله من امبارح بالليل وهو مش طبيعي. ليش؟ شو ساوى؟ صحاني بعد نص الليل وقال قوم سوي عشاء. قمت سويت عشاء وقدمت له اياه، اكل لقمه وحده وقام مثل الملسوع سمعني كلام قاسي. قال ايش؟ الاكل مش عاجبه واكلي بطل يعجبه بالمره. بيني وبينك معه حق، انت امبارح ما زبطت الاكل. هذا الحكي مقبول منك انت يا ابو صاطي، لانك بتحب الاكل ملحه قليل وانا زدت الملح عليه شويه. لكن لا، انا عارف شو السبب اللي خلاه يسوي هيك. ايش هو؟ لانه بصراحه كان سهران عند ابو العريف بالليل امبارح. شو علاقة هذا بالموضوع؟ ما هو ابو العريف روح على الدار امبارح وهو حامل اشكال والوان من الاغراض، اكيد تعشى عنده واكتفى وجاي بنص الليل يتفشش فيه. ها؟ وفكرك ليش زيارته كثراني لابو العريف باليومين؟ تفضل يا ابو علي. يسلم ايديك يا ابني. وايديك بالشفا يا ماما. لا انت اليوم احسن بكتير. وين هالة؟ اجا ياسر واخذها مشوار وطلعوا. ياسر؟ امتى اجا من الصبح؟ وصل امبارح بنص الليل. اجا وما سلم علي؟ لا يا ماما معلش، ما هو لما اجا كنت نايمة وما حبينا نزعلك. الله يسامحه، ليش ما استنى لحتى أشوفه وأسلم عليه؟ كان حابب يحكي مع هالة بموضوع ففضل إنه يحكيه برا البيت. هذا كلام فاضي، أنا هناك محتاج لك كثير. وأنا مش مقتنعة بفكرة السفر من أساسها. ليش اللي مقتنعة ومش مقتنعة؟ أنا هناك محتاج لك جنبي، شغلي بيتطلب إني أكون متجوز يا هالة. يعني عشان الشغل وبس؟ يا هالة فهميني، افهميني، انت عارفه يعني ايش مدير علاقات عامة؟ يعني حفلات تعارف، استقبالات، زيارات، سفر. انت لازم تكوني جنبي وترحبي بضيوفي، كلهم عائلات متجوزين الا انا. هالة هالة زوبيتي عمالي حصار وبتعوق شغلي وبتعطله. فظيع مفهوم العلاقات العامة اللي بتحكي عنه. انت بدك اياني اكون قطعه اكسسوار؟ وليش بتسميها اكسسوار؟ ليش هي لها اسم تاني؟ هالة انت شريكه حياتي ولازم تشاركيني في كل تفاصيلها. هذه مش شراكه حياه، هذه انانيه. انا مش حجر شطرنج بايدك تحركه زي ما بدك. اذا كان سهل عليك انك تبدل حياتك زي ما بتبدل بدلك وجرافاتك، انا مش سهل علي إني أطلع من جلدي وأنخلع عن أرض حياتي اللي عشتها هون وتعودت عليها. مش سهل علي إني أغترب عن نفسي لحتى أغترب عن الناس بأمس الحاجة إلي. وجودهم إلى جانبي ببرر وجودي وبيطمن قلبي. هو في إنسان رايح يكون في حياتك أهم مني بعد ما أكون جوزك عماد مستقبلك وحياتك؟ أنت ليش بدك تخلعني من شروشي؟ أنت نسيت إنه إلي أم مريضة حاجة إني أكون جنبها؟ يعني أفهم من كلامك إنك بدك تخربي أول خطوة مهمة على طريق تحقيق سعادتي وسعادتك. ياسر، سعادة الناس اللي حوالينا واللي بنحبهم وبيحبونا بتعادل سعادتنا بنفس المستوى. أنت تفكيري غريب وصعب تفهميني. كل هذا وبعدني ما فهمتك؟ هل قد أنت مغلق؟ أنت واضح يا ياسر، واضح أكثر من أي وقت مضى. وانتي واضح انك بتدفع علاقتنا لمصيري بيشبه مصير سوزان ونزيه. شو قصدك؟ قصدي انك تحكمي عقلك وتفكري كويس.
أنا مش ممكن أفكر بالجيزة مرة ثانية، فاهم؟ أها، بدأت تخبصي بالحكي يا بنت. المسألة ما بدها تفكير يا يسرى، وخصوصاً لما تعرفي مين العريس اللي برأسي. مين ما يكون يكون، أنا ما بدي أتجوز. بكفيني سنين العذاب اللي عشتها، أنت بدك تزيد همي فوق اللي أنا فيه. بنت، يا بنت، هو أنا بتفكري بدي أجوزك لواحد يزيد همي ولا واحد يساعدك؟ أنت بتفكريني يا يسرى ما بيهمني همك يعني؟ لا لا لا، أنا ما بدي أتجوز، ما بدي أتجوز. لا بدشرك، بدشرك تقولي لا. أي بدك تقولي آه ولو بالعصا. هلا هلا يا أختي يا حبيبتي، مش معقول تكتمي عني لهالحد. أنا ما تعودت منك إنك تخبي إشي، لأنه من حد ما رجعتي يا هالة وإنت مش على بعضك، وأنا مش راضي أسألك. أحسن ماما تفكر إنه في مشكلة. إحنا اتفقنا يا هالة أنا وياكي إنه ما نسبب لماما أي انفعال. احكي لي يا حبيبتي، إيش اللي صار بينك وبين ياسر؟ فظيع، مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق. طب احكي لي، شو هو الإشي الفظيع حتى أساعدك، أقرر معك، أحس معك؟ ياسر، ياسر، ياسر بده ياني أسافر معاه وأترك البلد وأتغرب. بدي ياني اترك ماما وابعد عنكم. وهي هي المفاجأة اللي حضرته جايبها؟ مش بس هيك، واجهني بمنطق اناني وتافه، ونظرته الي مش اكتر من انسانه ما عندها احساس ولا عاطفه ولا بتنتمي لاي اشي. معلش، إذا شكوكي بتركيبة شخصية ياسر كانت في مكان. طبعا يا أختي ما بدي إياك تفكري إني حاسس بالشماتة، لا بالعكس، بس أنا كل اللي حاسس فيه إنه صورته اكتملت في ذهني. برجو إنه يكون انكشف أمامك. تصور، تصور انه بيشبه رفضي لفكرة السفر معاه زي موقف سوزان. للأسف الشديد انه قلب الصورة بطريقة بشعة. والصح انه موقفه بيشبه موقف سوزان مني. سوزان كانت بتحاول استغلال عواطفي تجاه افكارها، طريقة تفكيرها في الحياة، وشدني لعالمها، عالمها المليان بالأنانية وحب التملك واستنكار أي حس إنساني داخلي تجاه الناس والمجتمع اللي حاولت إني أتفاعل معه وأحقق ذاتي بوسطه. والنتيجة زي ما أنت عارف كانت الانفصال. والسيد ياسر عم بمارس نفس السلوك ونفس الطباع تماما، بس الشيء اللي ما بقدر اتدخل فيه هو النتيجة اللي ممكن توصلوا لها. شو فيها يعني؟ ها؟ شو فيها يا ابو خليل اذا كان صاطي بيزورني في البيت؟ لا ولا شيء، بس كل جديد ورا سبب. وضح كلامك يا ابو خليل، لا تقعد تدخل لي في كلام جديد وقديم. يعني ابو العريف معروف ويوم يغير عوايده يكون مبيت على اشي. ابو خليل قلت لك وضح كلامك، على شو بده بيت يعني؟ اسأل حالك ولا اسأل العشا والبطيخ اللي طعمته لصاطي. هذا اللي مزعلك؟ شو فيها يعني اذا كني بكارم صاطي؟ صاطي ما بيستاهل؟
خير وخير ابو سابق يا ابو خليل. بس انا اللي بعرفه ابو العريف قاطع ايده وشاحد عليها. منين اجى هالكرم المفاجئ هذا؟ لا ابو خليل بس لهون حط حجر واوقف. بدينا نلعب لعبة القط والفار يا ابو خليل على حساب احنا اصحاب وما في مخبى بيننا. انا ما في شيء بيننا مخبى. دور الباقي عليك. اكشف المخبى واعطينا حقنا. شوف يا ابو العريف العب مثل ما بدك وخبي اللي بدك اياه، بس انا لا تقرب عليك. يا رجل يا رجل انا شو اللي عامله معك؟ يعني اذا ناوي تحرض صاطي علي بكلمتين مشان غايب نفسك الله اعلم فيها، ضبهن وخلينا اصحاب. خاطرك سنة يا رجل سنة يا ابو خليل. شو اللي قاعد بلغز فيه هذا؟ بيكون صاطي فاتح ابوه بالموضوع. كان يا عمي مش هذا الاتفاق. افهم من هيك انه هذا قرارك النهائي. لو سمحت ما تعلي صوتك. بدي اسمع جوابك النهائي. بقول لك ما تعلي صوتك. وجوابي النهائي اني مش رايحه اسافر معك. انت اكيد مش عارف. وهيك موضوع لازم احكي فيه مع امي. امي مريضه. وما في داعي تزعجها بهيك كلام. ارجوك. انت عالك صغير. وما تعرف في مصلحتك ولازم امك تعرف. احترم نفسك وخليك هون وما لك في ماما. لازم امك تعرف. تعالي يا ستي اسمع بنتك شو بتحكي. ايش في يا اولاد؟ اسكت اسكت لحسن ما اقول لك اتفضل اطلع برا. لا لازم اكشف اللي تعالك لامك. لازم تعرف حقيقه تصرفاتك. اتفضل اطلع برا اطلع برا اطلع برا. هلا هلا. طيب انا على كل حال رايح اطلع برا، بس بدي اياك تعرفي انه انت بالنسبه لي ولا شيء ولا شيء. ياسو بدي اياك تعرفي انه انت ما بتنفعيني. رايح الاقي احسن منك 60 وحده وافهم منك. اسمعي ياسو بكل شيء بيننا انتهى انتهى.